ابو فله ارجوك طولت كثير ترى والله. ارجع لابقى عند حياه واقعيه. نبي ابو فلاح اللي بذكره الناس بتها. قول ابو فلاح. ها بعطيكم ابو فلاح. اليوم رجعنا بأقوى فيديو جراند حياة واقعية يا حبيبي. ياو شباب مالين يطالع اللبس. ياو 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 أكرمكم والله. شوفوا الجوتي بس مع الشورت ومع الحفرة يا جماعة. شوفوا الجسم بالله نفس الجسم بالضبط نفس اوكي خلاص. مرت 4 سنين عن اخر مره ابو فلاح انذكر بالعالم كله. اتوقع الناس نسوا هذا. منو هذا؟ الو. هلا والله. مثلا هلا والله. بصراحه يعني انا ما ادري يعني مو عاجبني انك لابس نفس لبسي صراحه. حاس انك قاعد تقلدني باللبس. ليش غلط؟ انت تعرف مع منو قاعد تتكلم؟ لا والله ما اعرف. ابو فلاح اللي بذكره الناس بتهاب وتخاف. والله ما اعرف صراحه. هاي لو سمحت ليش قاعد تصورني؟ انا حلو يا حبيبي. نزل حلو. شو تسوي؟ حلوه منك. حلوه منك. اطلع لو سمحت. اطلع. ايوه بقول كلام بسيط حاليا. السياره انا عجبتني. أيوه؟ هاي السياره عجبتني وراح اخذها. ترى انا ما قاعد اتكلم انا قاعد اعطي اوامر. اوه شلون يعني الحين بتلف 180 درجه وتمشي وتكمل طريقك؟ وش السبب ذا؟ يلا انت وياه. كيفي كذا براسي. انت من عصابه شيء؟ انا اسمي ابو فلاح. كل العصابات تهاب مني وتخاف يعني. طب اسمع اذا اثبت. متاكد انك تبي اثبت لك؟ صحيح اثبت لي. اي اثبت. ترى هذه السياره تقدم الملايين وانا اخوك. عيد مره ثانيه. اكيد تبيني اثبت لك؟ صحيح. لا 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 خلاص خلاص خلاص. ويلي تعال يا ابو شعر وردي. تعال مكان الرجال. تعال. كان ودي اخذ السياره بدون لا اسوي مشاكل بس يا اخي الناس ما تفهم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا اخي ما تشوف انا ذبحتهم؟ انا ابو فلاح والله لعلمك. ايوه ولا لعلمك. سياره وحركات يا الربع دخلك. ابو فلاح ابو فلاح رجع يا الربع. ابو فلاح بصمته بالمدينه هنا بعيد عن الشرطه وبعيد عن المشاكل. وال جماعه مزعج وربي مزعج. ابو فيروز شوف ايش كثر راس اللي ابن الذين. هذا وش سوى 4 سنين تغير؟ هذا ايش قاعد ياكل هذا؟ يا ابو فيروز وين لما كنت لياقه؟ طب خلنا اتصل عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. دقيقه ايش فيك؟ عندي اتصال اهم منك. دقيقه. السلام عليكم. خلصت اتصالك المهم؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا ابو فيروز والسرور. طيب ان شاء الله. الله من زمان يا ابو فيروز. 4 سنين يا رجل. شوفك الكاميرا. عارف الموقع هذا؟ دام تعرف الموقع هذا تعرف انك انت قدامي حاليا. هذا انت. هذا انا؟ طيب بوريك انت وين. هذا انت قدامي. احترم نفسك. حلوه ذي. اسمع لا تكثر كلام. اسمع بتجيني ولا اجيك حرامي. ها شنو؟ اجيك يا حبي والله ما خليك. ايش سويت لك؟ انا جايك في الطريق. طو تعال خوفت ابوي يعني. انا جايك. تعال خلصني. ما عليه. هذا ايش قاعد يصير معاه؟ هذا قاعد يدق عليه. كيف اموره هذا؟ الو حرامي انا جايك الان يا حرامي. انت الحين اندعمت يا ولد. ايش قاعد يصير معاك؟ منو قاعد يدعمك؟ يا اخي هذا طول. هذا يا اخي تعال. هاي شو بدك؟ شو بدي؟ ولا كان عشقكم يا الزلمات. لا تتحرك. اذا تحركت راح اطلق عليك. شوف ابو فيروز منو لقيت؟ لقيت واحد يتسلسل من وراي علشان يهجم علي. شوف. ها دقيقه ابو فيروز. طب انا عذر مزعج.
انا جاي الموضوع المهم، لا تكثر كلامي حسن، انا رجل صريح وانسان سيده. قول له عندك ابو فيروز توسي وينها يا حسن. اول شيء قول لي انت وين اختفيت بهالاربع سنين. راح اعلمك انا وين رحت. واضح ان مستقبلك اوكي وملابسك نظيفه ومرتاح، لكن انا اللي طلعت خسران مو بحام بالقضيه. انا لعبت علي يا حسن. ايش اللي لعبت عليك؟ لما ذبحنا المضاد الحيوي. ذبحنا المضاد الحيوي بعد شنو صار؟ فلوس المضاد الحيوي واغراضه وين راحت؟ ثروته وين راحت؟ خذيتها ولعبت فيها ها؟ فرات المالديف. ترى ما رحت مالديف الا 10 مرات. انا ما ركبت عمر طياره. لا 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 ما تخوفني تراك ها. ما تذبح تذبحني حسن، ما في فايده، نطلع خسرانين. التزم حدودك معاي حسن، نطلع خسرانين. انت اللي راح تضيع حياتك. ما عندي شيء اخسر انا بايع حبيبي. ما تخوفني يا ابو فيروز. اسمع انا ما عندي شيء اخسر يا حبيبي. دقيقه بس، ابو فيروز قاعد يطالبني بفلوس، عشان كذا جايب لكم اعلان لاست فور يا حبيبي. بالله كيف الدخلة؟ مو قوية صح؟ أدري إني طالع لكم في كل مكان في لعبة لاست وور، بس كل الشرف إني أكون جزء من هاللعبة، لأن هاللعبة أقسم بالله جميلة. كنت ألعب اللعبة، تواصلنا مع الشركة وتعاوننا وياهم. اللعبة مثل ما بالضبط واضحة في إعلانات، مثل ما تشوفون، مو كذب ولا أي شيء. جرب اللعبة وحملها وراح تشوف إنها هي بالضبط مثل ما موجودة في الإعلان. يا أخي ورا صوتي موجودة يا الله. أوفني مبسوط من هالحلو. لا فوق شو حاطين اللوجو حقي تحت. جم جم جم. حاليا نزلوا نسخة عربية يمديك تلعب وتدردش في اللعبة باللغة العربية. اللعبة جدا بسيطة، تحرك يمين ويسار وهذا احلى شيء باللعبة، جدا بسيطة. بس الاهم انك تعرف تسوي استراتيجية وتستخدم قوتك صح. اللعبة متوفرة اكيد بابل ستور وجوجل ستور. هذا الباركود محاليا بوجهي، اضغطوا الباركود وحملوا اللعبة او الرابط تحت بالوصف. الان برجع فلوس اللي علي اللي ابو فيروز. اصابة مانجا لازم ترجع وبقوة يا ابو فيروز. إصابة منقها اللي دمرتني وهي اللي خلتنا نكسب فلوس، بس أنا كنت وصخ وخذيت الفلوس كلها لنفسي. هالمرة أول ما نطلع الفلوس راح تكون 80% لي 20% لك. خشي لا حول ولا قوة، خلاص 60-40 هذا آخر ما عندي. 50-50 تأكل على وضعك. أنت بدوني لا شيء. أنت اللي تحتاج لي مو أنا، أنا أموري تمام. 49 لي وأنت 51. إيش بتسوي أنت الآن؟ رايح 51 49 61 39 55 45 61 ونص 39 ونص 53 40 58 32 يا هلا. تعال يا مرحبا يا ابو فيروز، تعال يا اخي، عاش من شافك يا رجل. اخ عاش من شافك يا شيخ، كيف الحال؟ اخ ريحتك الطيبة، ريحتك الخائشة. فوق السما راح اطير فوق السحب. كل اللي علينا نسويه ابو فيروز ان نلاقي الناس المناسبة، النقز اللي عندها الكوميديا والشخصية والهيبة. يرحم امك. لا ما شاء الله هذا المكان. شوف شو المكتوب يا ابو فيروز، طالع شو مكتوب هنا. فيم اور شيم، تعرف ايش معناها؟ فيم يعني النجاح او شيم الخجل. الله يعطيك العافية، بس الكلام الأهم هو الكلام اللي مكتوب ورا بالشاشة. شعف ضحكني ولا تموت، ضحكنا وتضفي عصابة نيك العالمية والعظيمة والعظمة لله بتواجد أبو فلاح. أبو فيروز الله أكبر عليك، كلام كبير. لا 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 ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر يا ولد ما أقدر. أي لا لا احس في مفاجاه اقوى. كيف حالك يا شباب؟ مساكم طيبين، بشرون على حالكم. لا شباب طيبين. اي مفاجاه. يقطع وجهي، شيل وجهي. طبعا اذا ما تدرين هذا الامن هذا ترى هولندي. نوبدي كم هير نوبدي، تعال. ايه برات نورمال يا. اوه انا 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 عطني بوكس. وا ويليام بوكس. ايه وجيل الهولندي يا ابو فيروز. خلاص 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 خلاص، لا نضرب الان. انا ما اسولف هولندي، تسولف اسباني فرنسي. انا عارف اتكلم هولندي. قول له اجل، قول له يجيب المسابقه الاول. في نظر برا عجيب. لا ما كنت ادري انك تسولف هولندي يا ابو فيروز. اون ذا اوت بيرسون هير ان ذا ستات. اوكي رد علي يا اخوي، رد علي. اوكي السلام عليكم. ارحب اول شيء عرفنا باسمك. اول شيء معك جعفران بن علي بن ساندي. ايش اسمك؟ انت ما تسمع؟ انت ايش في سمعك انت؟ حلو. شايف اللي مكتوب فوق باللوحة؟ ضحكني ولا تموت، احنا ما عندنا ناس تخسر. طيب صلوا على النبي يا رجال. اول شيء عادي اعطي نصيحة ولا لازم؟ تبي تخليه يقول نصيحة يا ابو فيروز؟ انت الرأي عندك يا ابو فيروز.
بس راح يمشي العداد دقيقه بالضبط. هلا 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 بشيوخنا رجالنا. هلا هلا يا رجال. هلا يا رجال. ارحبوا 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 يا رجال. الا الا ايوه قردون هزا في غير شيء ذا قردون لازم توريهم الامور طيبه. قردون هلا تعطي بوكس وذا انا صديتها الان راح تتوفى الان. بوكس واحد هيا بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ثاني هيا قوية. بسم الله الرحمن الرحيم. على يمينك على يمينك يمين يمين اي يا شيخ. لا بصراحة اختصرتها. اك برزنتير يولي ذا فولين ذا كانيدات. اوكي اوكي ممكن توضح لي شنو قال؟ ما ادري والله. ممكن توقف تقول اوكي؟ والله ابو خشم. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك. اول شيء حبيت نبرة الصوت ولا كيف ابو فيروز؟ لا صوته نعم جيد. هلا والله. عرفنا باسمك وش مهارتك؟ شيمو مان. شوف انت شايف صاحبي شوف شايفه ابو فيروز طلع سلاح. شيمو مان كانه رفع صوته هذا. يعني ابو فيروز لا يا ابو فيروز. بس واحدة واحدة بس واحدة كافية. حبيت. قدم محتواك. هلا والله. هلا والله جيت تعرف انت. قدم محتواك يا حبيبي. اوكي 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 لحظة عندي دقيقة. يلا عيش. ايش عطانا؟ الله خلص منه. عندي بس واحد شريته غالي. اعطاني فودكا. يعطيني فودكا ها. استغفر الله وتوب اليه. لعنة الله اقوم الظالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا اخي ما قدم مهارته. طيب عف مهارتي. يعطيني فاتكه ومنكرات واشياء غير مباحه. اترى بهذا الشيء يا ابو فيروز والاربع سنين اللي عبت فيك. تعال يا حرس قول له بالهولندي بعطيه شيء. اي ترتيب نفر هذا بس مو بالدوام. تمام حبيبي. شنو هذا؟ شنو المتسابقين هذول يا ابو فيروز؟ ما ينفع كذا. للاسف يعني وضع مو طيب. احنا عصابه مهنقه عندنا رساله ساميه طيبه للمجتمع مو كذا؟ شو رسالتك حسن؟ سؤال صراحه ما توقعته منك يا ابو فيروز. حتى انا ما توقعته من نفسي. اوه لا هذا شكله معانا. هذا شكله دقيقه. لا انا برفع ايدي. خفت لا ارفع ايدك يا ولد. لا 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 يخوف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اول شيء شيل ايدك عدل يديك. مو عجبتني لحيتك. جرب شالها على طول. لا حبيتك ابو فيروز. عندك الموضوع. عندي انا ابروف خلاص. اعطى نكته. في عجوز راحت الغابه شافت اسد قالت تكفى لا تاكل. قال معليش ما كنا واشف. بقول لك مره واحد راح يتقدم لوحده قال له مهره بنتنا 20,000 جنيه. قال له ليه يا عمي كده؟ ده لو قدمني واحد 5,000 وحامل. عجبتك النكته انت ليش؟ انت بصراحه شو تضحك يا اخي؟ ما فهمت يعني. اوكي عمتك ذا فوليوم ذا برزنتيرا يا حبيبي. السلام عليكم. انت اول شيء كانك رجعت مره ثانيه ما شاء الله. شو التعالج السريع هذا؟ خل اقول لك انا رحت تعالجت ورجعت واكتشفت انتم اول شيء ما اعطيتوني فرصتي. انتم انا لاحظت انكم ناس ما تمشي الا بالقوه. لا 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 تسمعون مني ولا لا؟ تسمعون مني ولا لا؟ لو سمحت تسمعون مني ولا لا؟ لو سمحت. طيب دقيقه خوفني. لا ما اقدر. سامحتك دقيقة. روح هناك بابا روح هناك بابا. هذا القتال يسمى قتال الموت. أنا وياك راح نتقاتل. اللي راح يتنفس فإن في هالقتال هذا هو الفائز. أنت واحد نكرة ولازم العالم كله يشهد. أبو فيروز لازم يشهد على أنك واحد نكرة. تعال يا فاشل. يلا عطنا النكات اللي عندك بسرعة. يلا بيبي يلا بسرعة. في واحد رمى قنبلة بمزرعة جزر صار مجزرة. من اللي قال مجزرة؟ أنا اللي قلت. هذه مجزرة. هذه المجزرة. لحظة إذا آخر النكتة الأخيرة. النكتة الأخيرة شباب. يا هاي خليه يتعامل معاه بالهولندي خلوه يخاف. سوري والله سوري والله ها. طلع مسلم الإسلام. داخل الاسلام بعد البوكس يا حبيبي. انا بكون صريح معك ابو فيروز في اي لحظه راح يطلق بعينك اليمين. بس انا جوك عاجبني. فيك طاقه حلوه. النكته الاخيره يلا. مره واحد صار اثنين. شلون؟ سبحان الله. والله ما اقدر اعطيك. والله ما اقدر اعطيك. لا والله ابو فيروز. لا والله ابو فيروز. إذا ركضت للخارج وأنت حي أنت معانا. لا 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 صل على النبي. لا صل على النبي لا بس كلم الهولندي خليه يجيب المسابقة اللي بعده.
أو رمي قافلة معاي. إلى الآن ما لقينا ولا واحد في فريق النقا. ما أدري شو المتسابقين التعبانين هذول اللي يجون. أوكي كبرني منطق دخون. الله. أيوة هذا جانا واحد حلو. يا هلا ومرحبا ومسهلا. يا سلام يا الجمال ساطع. هذا جاي غازل هذا ولا شنو؟ نقا أنتم نقا لازم أمدحكم. اسم الكريم معكم شاتر مشتار الشتار. شاتر بسم الله لا. يلا سمعنا. قمة الوفاء نملة تزوجت فيل وبعدها الفيل مات قضت عمرها كله تدفن فيه. بس دقيقة 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 كلبوب ما ادري شو. تعال معي تعال معي برا. كمل كمل مع ابو فيروز اذا عندك نكات بعد. عندك قنبلة؟ اي ماري كندا وال بوم بوم. اي عدنا من جديد والعود احمدو. اول شيء ارجع للاكس لو سمحت. ارجع لورا شوي. الاكس الحمد لله الاكس ما عليها دماء يعني ان شاء الله اموري طيب. لا امورك تمام. انا لا قاعد اشوف امورك تمام ولا كيف ابو فيروز؟ غير دقيقة. لا 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 ارجوك ارجوك ارحم امك. ابى اقول لك اخر نكته وبعدها قرر قرارك. جميل حبيت هذه الطريقه الصحيحه يا ابو فيروز لجعل الانسان كوميدي. روح. في واحد رجع في كلامه خبط اللي وراه. يرحم امك. لا الحين مو تضحك صراحة. اسلوب الإلقاء عنده سيء جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ قلت دقيقة ليش من حلال أبيض ما شاء الله. ما في يا اخي ما جو اذا العدد الجو عدد قليل يا اخي لازم عدد اكثر. لازم حسابة نقل يسم تشكيلها. ما يصير يا اخي ما يف... لا لا هدي يا ابو فيروز هدي. حاليا ما في احد لنا تقريبا 4 ساعات هنا قاعدين. اذا وقتك مو ثمين انا بالنسبة لي وقتي ثمين يا ابو فيروز. على شكل كرة دوام انا. انت وين تشتغل؟ انا بقالة سوبر ماركت. اسوي يا اخي امشي الوضع حاليا. هولندي ضحكنا هولندي ولا بتموت. حان الوقت انك مثل ما مكتوب بالشاشه تضحكنا ولا تموت. بس هيك متى ديكراب ان نيدرلاندز طنزيه. اوكي اوكي يقول انت عمي وتاج راسي يا ابو فله. تراك اعطيه بوكس وخليه يتكلم عربي. لا تقول عندك الموهبه هذه يا ابو فيروز. تعطي بوكس تخليه يحول عربي. اعطي بوكس اعطي بوكس تعرف قدراتي صح. اعطني واحد ثاني. ها فيروز صفيك فيروز دقيقة اذن اغماء شوي دقيقة بقوم. اقدر ابقى سلام بوكس احاول اتكلم عربي. بدأ ورينا داني ورينا يلا تحداك. اشهد ان لا اله الا الله. الموضوع الحمد لله اسلم على يدي. انا اسمي يونس ديفيد. اباك تحول اسود الان. تبيني اسود؟ ابيك تحول نقا. ابوي اصلا اسود. انا ابشر من انا يبقى. خلاص تحول سريع سريع. نبي موهبتك. تو قلتوا لي هذه الموهبة تمام؟ انا اتغير الان بدكم موهبة. استرفع صوتك انت الان. ما عندي مشكلة. استرفع صوتك. بس نرفزتني يا حج. وطولي وطول لي فمه. احترم نفسك. لا طلعته من الملة يا رجل. انا ارجع كعربي. اشهد ان لا اله الا الله. نبي عدد كبير. تقدر تتكفل بالموضوع هذا؟ اذهلني اجيب لك المدينة كامل. اجل روح انطلق. نبي اكبر عدد من المتسابقين عشان يكبر العصابة. روح. تمام تمام اذهلني. من ابي فيل ذس ان ليت ام فيل ذس يو نو سبيت ات اوكي. I'm better hit him with the rest, let him hear this. With this one tour, better be a field.